أكد وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي أن القوات المسلحة قادرة على تأمين حدود البلاد والدفاع عن أمن مصر القومي بما تملكه من منظومة تسليح متطورة في كافة التخصصات. وخلال حضوره المرحلة الرئيسية للمناورة رعد 31 والتي تنفذها وحدات من المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، أشاد وزير الدفاع بحماة بوابة مصر الغربية وجهودهم في مكافحة أعمال التسلل والتهريب والهجرة غير الشرعية وتأمين الاتجاه الاستراتيجي الغربي على مدار الساعة ضد كافة العدائيات المحتملة.